نروح مع حضراتكم بطل من أبطال رفع الأثقال والقوة البدنية، بيلقبوه ويقولوا عنه الدبابة، قدر يحصد الميدالية الذهبية لأعلى رفع في بطولة كأس رقم عفوا في بطولة كأس العالم للعام الثاني على التوالي في البطولة اللي بتتلعب بمدينة شرم الشيخ للقوة البدنية. خلونا دلوقتي نكلم الدبابة معنا على التليفون، البطل حامد خلاف الحاصل على الميدالية الذهب في البطولة. صباح الخير عليك يا كابتن. صباح الخير. صباح الخير على حضراتكم. الله يخليك. اهلا بيك، يعني الف مبروك مبدئيا. ويمكن الله يبارك في حضراتكم. الله يخليك يا رب. بنحب دايما نسال كده، انت كنت متوقع انك تحصل على الميداليه الذهبيه ولا لا؟ يعني انت جايب ما شاء الله اعلى رقم في البطوله لكاس العالم، هل انت كنت شايف ان ده صعب؟ هل كنت متوقع انك هتعمل كده؟ عايزين نعرف منك الرحله بتاعتك كانت عامله ازاي. والله هو حتة التوقع ده طبعا عشان توصل لأعلى رقم ولا توصل لأعلى مستوى ده بيبقى محتاج دراسة شوية، محتاج التمرين. فطبعا الحمد لله الواحد كان تعب وشقى عشان يوصل اللي هو وصل له الحمد لله. أنا كنت في بطولة العالم في إنجلترا في شهر 11 اللي فات، برضو عملت أعلى توتال، عملت 955 كيلو من وسط 15 من وسط 500 لاعب في بطولة العالم في إنجلترا، واعلى رقم اتشال فيها واعلى رقم في السكوات والبنج بريس والديد ليفت. فالواحد بيتعب في تمرين، الواحد بيشقى، الواحد عارف هو بيعمل ايه عشان يوصل للي هو بيوصل له. اتكلمنا عن تفاصيل بقى التعب والاستعداد، احنا شايفين الصور ما شاء الله يعني بتحصد جوائز وميداليات يعني ورا بعض في اكتر من بطوله. قصه رفع الاثقال صعبه ومحتاجه تدريب ومحتاجه تحضير لفترات طويلة بتستمر الشهور، فاحكي لنا على الحكاية دي، ازاي بتستعد للبطولة وابتدت من امتى وازاي بدأت تكثف من تدريباتك عشان توصل للبطولة الدولية دي؟ هي لعبة القوى البدنية من أصعب الألعاب في العالم، لعبة القوى البدنية عايزة قوة تحمل وقوة تدريب عالي جدا على أعلى مستوى. طبعا القوى البدنية زي ما حضراتكم عارفين بتعتمد على السكوات والبنج بريس والديد ليفت. خطة التمرين انت بتطلع، احنا ما بنفصلش. انا من الشخصيات اللي انا عشان اعرف احافظ على مستواي واعرف احافظ على ميدالية الذهب على طول، انا ما بفصلش فترة راحة. انا بطلع من بطولة، يعني انا من بطولة العالم 22 من امريكا لحد دلوقتي ما فصلتش عشان اقدر احافظ على المستوى الاول على طول. بس مش لازم تريح شوية يا كابتن؟ هي بصراحة انا من الشخصيات اللي لو ريحت بتعب. يعني انا بحب التمرين جدا، انا بحب ان انا احافظ على مستواي، بحب ان انا اطور من تمريني. لازم على طول اغير برامجي، لازم اشتغل ازاي اوصل. انت عارفه حضرتك ان الوصول للقمه دي صعب شويه طبعا. عشان تقف على المنصه ديت عشان تشيل وزن، يعني انا عملت البطوله دي ومع اني عامل عمليه من قبل البطوله دي ب 14 يوم. عمليه يعني ايه؟ كنت عامل عملية خراج كده في رجلي، فكان كبير، عملية كبيرة يعني. سلامتك، ألف سلامة عليك. الله يسلمك. طيب كابتن، عشان تحافظ، صعب جدا إن أنا أشارك يعني. يعني وألف مبروك، مش بس شاركت كمان فزت، الله أكبر عليك. طيب عشان توصل للمرحلة دي أو للمستوى ده في التزام بالتمرين طبعا، وفي التزام بالأكل. بتاكل ايه؟ يعني خليني اسالك، بتحافظ ازاي على نظام الاكل بتاعك؟ ميزان مفتوح شويه، فممكن حته الاكل ده معايا عادي. حته التزام التمرين، انت طبعا بيبقى توفير كل حاجه ليك هي اهم حاجه، اما معاك اسره موفره لك كل حاجه. طبعا دعم الاسره ده اساسي، من والدي اخواتي وزوجتي واولادي، كل ده لازم عشان صناعه بطل لازم اوفر له كل الامكانيات. لازم عشان احافظ على بطل لازم ان انا مناخ اللي حواليه يكون كويس. فالحمد لله طبعا انا بقدم الشكر للاتحاد المصري واللواء محمود بركات. البطوله السنه دي طبعا على اعلى مستوى، حصل طفره كبيره جدا، يعني كان مشارك في البطوله حوالي 700 لاعب، حوالي ازيد من 22 دوله. يعني السنه دي حاجه فوق الخيال. جميل. ارقام قياسيه اتشالت، ارقام اتحطمت. الحمد لله، يعني كانت حاجه مشرفه لبلدنا، حاجه احنا نعتز بيها ان ثاني مره على التوالي
مصر تستضيف بطولة كأس عالم، مصر وخدنا كأس العالم امبارح، وروسيا الثاني وإيطاليا الثاني. يعني شرفتنا شرفتنا بجد، رفعت راسنا كده وشرفتنا كابتن حامد، لانه دي بطوله كاس العالم للقوى البدنيه زي ما حضرتك قلت للعام الثاني بنحصد الميداليه الذهبيه في شرم الشيخ، ومنافسه كانت قويه جدا، 700 لاعب 22 دوله. حابب حضرتك تحكي لنا اكتر عن المنافسه دي، عن الابطال اللي موجودين، ازاي يعني حاولت تتغلب عليهم، وكمان الارقام، لانه بيبقى اعتقد لاعب رفع الاثقال بيبقى عنده كده تحدي كبير انه يكسر الرقم اللي حققه قبل كده، فعملت ده ازاي؟ طبعا احنا لعبه القوى البدنيه لعبه ارقام، كل حاجه بترجع طبعا زي ما احنا قلنا في الاول لوقت التمرين، وقت تمرينك انت اللي عمليه الارقام، ان لعبه الاسكوات ولا بالبنج بريس ولا الديد ليفت من اصعب الالعاب في العالم. ان انا عشان اوصل لرقم لازم اكون برنامج التمرين كويس جدا، اهم حاجه لازم يكون مع مدرب فاهم عشان يقدر يوصلني لليفل معين، مش اي حاجه. التمرين محتاج عقل، محتاج مدرب كويس، محتاج منافس كويس. طبعا انت داخل بطوله مش صغيره، بطوله كاس عالم معاك دول مشاركه. إيه طب انت هتمشي الماتش ازاي؟ لازم ان انا احافظ اهم حاجه على نفسي وعلى مستوى التمرين عشان اقدر اعمل حاجه وافضل. والميداليه الذهبيه مش سهل تيجي، الميداليه الذهبيه عشان ان انا احصل على ميداليه ذهبيه وبالذات كمان ان انا اعمل اعلى رقم في البطوله ده محتاج فتره كبيره جدا، ويعني مش هقول هي مش صعب، يعني مش صعب بس محتاجه دراسه كويسه جدا في حته برنامج التمرين كويس. ان كلمه بطل دي مش بالسهل، كلمه صعود للقمه دي مش بالسهل، كلمه ان انا احافظ على مستواي في اوزان معينه دي مش بالسهل. انا لسه بقول انا راجع من عمليه، طيب انا اعمل ايه؟ طب الماتش معايا هيمشي ازاي؟ فانت المناخ اللي حواليك وتشجيع الناس اللي حواليك هم اللي وصلهم ان انا اعمل اعلى رقم في السكوات 390 كيلو، اعمل اعلى توتال 920 كيلو، مع اني انا بطولة العالم في انجلترا عامل 955 بس المسافه ما بعدتش قوي. فالحمد لله طبعا ده حاجه انا يعني فرحان بيها، فرحان ان انا حافظت على مستواي ما بعدتش قوي، فرحان ان انا ألف مبروك ليك يا كابتن حامد خلاف الحاصل على ذهبية العالم في القوى البدنية، مبروك مرة تانية.